هسه راح اشرح لكم السلايد الثالث. يقول لك الماتش كوندوريا also contain DNA. شوفوا قبل لا اشرح هاي، انه احنا بالسلايد الاول ايش عرفنا؟ عرفنا انه الماتش كوندوريا عندها DNA خاص بها، بس ما عرفنا شنو اسمه شنو التفاصيل. بهذا السلايد شارح هذا الشيء، قال لك الميت كوندوريا contain DNA، يعني DNA الخاص بها اللي هو اختصاره mtDNA. الMT يعني ميت كوندوريا، ويحتوي على رايبوسوم خاص به من أجل إنتاج ال RNA. يقول لك كان رايبوسوم for the production of RNA and some mitochondrial protein. هذا يحتوي على رايبوسوم و mtDNA. هذا mtDNA مسؤول عن الصفات والأشياء اللي هي بالميتوكوندريا مثل إنتاج البروتينات والأوامر والهاي، ويحتوي على الرايبوسوم المسؤول عن إنتاج الـ RNA وبعض البروتينات. يقول لك mtDNA approximately 1% of the total cellular DNA and exist in circular arrangement within the mitochondrial matrix. يقول لك هسه هاي شنو هاي شدوخة شالشرح؟ لا شوف ببساطة لازم تعرف انه الـ mtDNA يكون 1% من اجمالي الكلي للـ DNA بالخلية نفسها، يعني 1 DNA بالميتوكوندريا و 99 DNA موجود بالخلية. اوكي انا اقول لك exist in circular arrangement within the mitochondrial matrix. يقول لك هو موجود بشكل حلقي يعني منطقة الميتوكوندريا ماتريكس، هنا موجود بشكل حلقي بالقالب مال الميتوكوندريا. اوكي احنا عرفنا الدي ان اي، وعرفنا يحتوي على رايبوسوم، وهذا رايبوسوم مسؤول عن انتاج ار ان اي وبعض البروتينات والامتو، والميتوكوندريا دي ان اي يمثل 1% من اجمالي كل الدي ان اي بالخليه، ويكون بشكل سيركولار ارانجمنت بالدائري موجود بالماتريكس. ممكن يجيب لك ام سي كيو يقول لك the mtDNA is exist in mitochondria crista. فانت لا لازم تعرف انه موجود وين بالميتوكوندريا ماتريكس. اي ويقول لك يعني ميوتيشن اور ايرورز. الميوتيشن اللي هي الطفرات، والايرورز اللي هي الاخطاء بعض الميتوكوندريا جينس اللي هي بعض جينات الميتوكوندريا كان ريزولت ان ديزيز. يعني يقول لك بعض الاخطاء والطفرات بالدي ان اي مال الميتوكوندريا ممكن يسبب امراض يعني هاي الميتوكوندريا. موست ميتوكوندريا بروتين هاو ايفر ار انكودد باي ذا جينوميك دي ان اي اوف ذا سيل نيوكليوس. يعني معظم بروتينات مال الميتوكوندريا هي تجي من الجين مال الدي ان اي مال الخليه الاصليه، او اللي هو الجين الدي ان اي الموجود بالنواه. عرفنا دي ان ال ام تي دي ان اي، وعرفنا يحتوي على رايبوسوم، وعرفنا على انه ميوتيشن او ايرور كوز ريزولت ان ديزيز، ممكن يسبب بعض النتائج او الامراض اللي هي بالميتوكوندريا. عرفنا انه بعض البروتينات تنتج من الدي ان اي، فهذا اللي ممكن يجي انه الام تي دي ان اي يحتوي على شنو رايبوسوم، رايبوسوم مسؤول ار ان اي وبعض البروتينات، وموجود بالمات ميتوكوندريا ماتريكس، وميوتيشن ايرور تسبب امراض وبس. خلصنا هذا السلايد. المهم يعني لا تحفظوا هيجان كل قوتك وش اسمه وورقة وقلم وتعيد المقطع هذا 5 مرات هاي، لا افهمه وين الشيء اللي ممكن يجي اللي بالامتحان، او ممكن يجي عليه سؤال او ام سي كيو، يعني افهمه وشو النقاط اللي اواجه بيه المشكلة احفظهن. يعني مثلا عندك مثل موجود بالميتوكوندريا ماتريكس، اذا عندك خطأ بالاملاء او شيء يعني حاول تجرب تكتب بيدك، بس يعني مال شغلة انه تضيع وقتك كله بالساعتين على هذا السلايد، لا افهمه وراها احفظ الاشياء الضرورية اللي ممكن تجي اسئلة وبس، لان هي الاسئلة تجي فهمية، لازم انت يعني ما يجيبوا لك شي والله الدارخ يجاوب عليهن، لا لازم فاهم يرجع وبس.